تستعد لليلة قدر متميزة. وأنتم تعرفون ما هي ليلة القدر؟ القرآن قالها بصراحة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك القارعة وما أدراك. رب العالمين عندما يصل للقيامة يقول وما أدراك، ولأحداث الدنيا يشير إلى ليلة القدر فيقول نفس اللحن وما أدراك، يعني عقولكم قاصرة أن تفهم حقيقة هذه الليلة. من يشتكي الآن سقما في بدنه، حريمة قطيعة في رزقه، اضطرابا في قلبه، مشكلة في أسرته، كل ذلك كتبت لك في ليلة القدر. ولو كنت عملت أحسن مما عملت، من منا يدعي أن في شهر في ليلة القدر الماضية بذل قصارى جهده؟ كلنا مقصرون. لو أتقنت ليلة القدر الماضية لما كنت الآن مريضا، فقيرا، بائسا، حزينا، لك أزمة مع الناس ومع نفسك. فمن الآن استعد لتدارك الفرصة في تلك الليلة المصيرية.